بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزاه ذلك. والفرق بين الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل أن نبين الأركان والواجبات أريدك أن تعلم مسألة مهمة جدًا، وهي قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. هذه الآية أخذ منها أهل العلم أن من دخل في نسك الحج والعمرة فلا يجوز له رفضه، وقد حكى ابن حزم في المراتب إجماع أهل العلم أنه لا يجوز رفض الإحرام. إذا من دخل في الحج والعمرة فيجب عليه أن يتمهما، وقد يجوز له قلب النسك، مثل من فاته الوقوف بعرفة فإنه يقلبه ويتحلل بعمرة لكنه يتمه، فالإتمام باق في ذمته في الجملة. طيب، أفعال الحج تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أركان، هذه الأركان لا بد من الإتيان بها على أي وجه، وإن لم يأتي بها وكان قد أتى بالركن الأول منها وهو الإحرام فإنه باق على نسكه، لا نقول إنه قد بطل حجه، وإنما نقول أنت ما زلت محرماً حتى تأتي بهذه الأمور إلا إذا حكمنا بالفوات. نبدأ بالأركان. أولها الإحرام، والمراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك ركن، لأن من لم ينوي فإنه لا يكون محرما. ولم نجعل النية هنا شرطا، وإنما جعلناها ركنا، لأن الحكم يتعلق بالنية لا بالعزم. هنا النية متعلق، الحكم يتعلق بالنية، لأنه من حين نوى ثبتت عليه الأحكام فحرمت عليه المحظورات وترتبت عليه باقي الأحكام، بخلاف النية في الأفعال الأخرى. فإن الأفعال مثلا في الصلاة، فإن الأفعال متعلقة بالتكبير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. والصوم متعلق بالإمساك ويكون عند طلوع الفجر. وأما في الحج فإن الحكم متعلق بفعل النية والإحرام. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يستشكل تعريف الإحرام بأنه نية الدخول في النسك، فيقول إنما النية جزء منه وركن وليست هو الإحرام. وعلى العموم فهذا التعريف بالشيء بلازمة. الركن الثاني الوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. ومر معنا بالأمس كلام المرداوي وابن النجار حينما قالوا: إذا سمي الكل باسم البعض فإن البعض يكون ركنا فيه. فلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج باسم بعضه وهو عرفة، دل على أن الوقوف بعرفة ركن. قال: والطواف والسعي، لأن الطواف والسعي هما المقصودان من قصد البيت، ولا يتحقق قصد البيت بدونهما، فدل على أنهما ركنان في العمرة والحج معا. هذه إذا لم يفعلها المرء، إذا لم يفعل الركن الأول فإنه لم يدخل في النسك البتة ولا يترتب عليه أي فعل. وأما الوقوف بعرفة فإنه إذا لم يفعله حكمنا بأنه قد صار له حكم الفوات، حكم الفوات. إذا لم يفعله وفات وقته، إذا لم يفعله نقول وفات وقته بأن طلع فجر يوم العيد. وحكم الفوات ما هو؟ أنه يلزمه أن يتحلل بعمرة ثم يجب عليه أن يعيد الحج في السنة القابلة، هذا يسمى الفوات. أما الركن الثالث والرابع وهو الوقوف بعرفة وهو الطواف والسعي فإنهما يبقيان، فيبقيان في ذمته حتى يتمهما، يبقى محرما حتى يطوف بالبيت ويسعى. ثم قال: والواجبات. أول الواجبات الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل قرنا، ولأهل اليمن يلملم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث جابر أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، فدلنا ذلك على أن هذا التوقيت. قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد حجا أو عمرة. هذه هي المواقيت. من أحرم دون المواقيت فقد ترك الواجب وصح نسكه وعليه دم،
لقول ابن عباس فيما رواه مالك في الموطأ: من ترك نسكا فعليه دم. الواجب الثاني هو الوقوف بعرفة إلى الغروب، بمعنى أن يجمع بين الليل والنهار في وقوفه بعرفة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في عرفة ولم ينفر منها إلى مزدلفة حتى غربت الشمس، ولم يأذن لأحد بالنفرة منها، فدل على وجوب الجمع بينهما لمن وقف في النهار. الركن الثالث وهو المبيت ليلة النحر بمزدلفة، فهذا واجب وليس ركنا. والدليل على أنه ليس بركن أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه عن السقاه، فدل على أنه ليس بركن وإنما يكون واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. والمبيت هنا في ليلة المزدلفة العلماء يقولون إنما يكون واجبا إلى نصف الليل فقط، وما زاد عن نصف الليل فليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء والضعفة ومن معهم وهم أصحاء أقوياء بأن يخرجوا في الليل. ونظرنا في مواقيت الليل فوجدنا أن أقرب وقت قدر به الشارع المواقيت قبل الفجر هو نصفه، أي نصف الليل، فدل ذلك على أن العبرة بنصف الليل. وبعض أهل العلم يقول إن نصف الليل باعتبار العشاء وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وبعضهم يقول إن نصف الليل باعتبار المغرب غروب الشمس وهو المشهور من المذهب، وهذا الذي عليه كثير من الصحابة رضوان عليهم هو الصحيح، أن الواجب إنما هو إلى نصف الليل، بخلاف من مر ودخل مزدلفة بعد نصف الليل فإنه حينئذ يكفيه المرور. قال: وليالي، أي والمبيت ليالي أيام التشريق بميناء، وهي واجبة وليست بركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للسقاط بتركه، فدل على أنه يسقط بخلاف الركن، فإنه لا يسقط عن أحد بحال. المبيت بميناء في ليالي ميناء لا يجب إلى نصف الليل، وإنما يجب أكثر الليل، سواء بات أول الليل أو آخرة. قال: والحلق والتقصير، أي أنهما نسك بمعنى أنهما واجب، فإن ذلك مجزئ إذا فعله، ومن تركه فإن عليه دم. وإنما يسقط الحلق والتقصير لمن لا شعر له على رأسه لفوات المحل. والفرق بين الركن في الحج والترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. نعم، ذكرت ذلك في أركان الحج. وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. نعم، عليه إثم إن كان قد تركه من غير عذر، وعليه دم لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في الموطأ أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. وقول عبد الله بن عباس من ترك نسكا يشمل أمرين، يشمل من ترك واجبا ويشمل من فعل محظورا، فكلا الأمرين يكون عليه دم أو فدية. ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد. نعم، من أراد الإحرام فإنه مخير بين الأنساك الثلاثة، واختار المصنف أن أفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضوان الله عليهم بالإحلال، وإنما امتنع من الإحلال والتمتع لكونه ساق الهدي، فذكر العلة لعدم انصرافه إليه. قال: والقران والإفراد، وسيذكر صفتها بعد قليل. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. بدأ في التمتع، قال هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فالعبرة بالإحرام وهو نية الدخول في النسك، وليس المقصود فعل العمرة. فلو أن امرأ أحرم في رمضان وأدى العمرة في شوال ثم حج تلك السنة فإنه لا يكون متمتعا، لأن المتمتع هو الذي أتى بالعمرة بجميع أركانها، وأول أركانها هو الإحرام، فالعبرة بالإحرام. قال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال: ويفرغ منها، أي وينهي العمرة كاملة قبل الدخول في الحج، لأن الحج إذا لم ينتهي منها فإنه يكون قارنا حينئذ، كما ذكرنا في الفوات وفي المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء كعائشة رضي الله عنها. قال: ثم يحرم بالحج من عامه، فحينئذ يكون متمتعا. لماذا؟ لأنه في سفرة واحدة أنشأ حجا وعمرة معا، ففيها تيسير عليه، وترتب على هذا التيسير أن الله عز وجل أوجب عليه هدي التمتع.
العلماء يريدون شرطا مهما، وهو أن لا يفصل بين الحج والعمرة بالخروج من مكة مسافة القصر على المشهور. فمن خرج من مكة مسافة القصر فقد انقطع تمتعه، فإن رجع بعمرة جديدة فقد صار متمتعا، وإن رجع من غير عمرة فإنه يحرم إحرام المفرد حين ذاك. وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. نعم، لأن من كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه دم، لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والمراد بالدم ذبح شاة أو سبع بدنة، وهذا من باب الاشتراك. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا. قال والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، أي وحده من غير أن يدخل عليها عمرة. والقران أن يحرم بها معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. نعم، القران قال له صورتان، إما أن يحرم بهما معا، فإذا أهل بالحج أهل بحج وعمرة، أو قال حج مع عمرة، فحينئذ يكون أهل بهما معا، أو أن يحل بعمرة فقط ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في الطواف، لأن الطواف هو أول الأركان الفعلية، والأركان الفعلية تتعلق بها أحكام مثل ما ذكرنا في سجود السهو، ومثل ما ذكرنا في إدراك الركعة. فالمقصود أن هذا يكون محرما، حينئذ يكون قارنا. وأما إذا شرع في العمرة أي في طوافها فليس له أن يدخل عليها الحج فيكون قارنا. طيب ماذا يفعل؟ بل يجب عليه أن يتم العمرة بأركانها وواجباتها، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق، ثم إذا أراد حجا أنشأه بعد ذلك. وما يكون حكمه؟ يكون متمتعا إن لم يفصل بين العمرة والحج بسفر، لأن التمتع لا يلزم فيه أن ينويه عند الإحرام بالعمرة، فإن التمتع صفة لا يلزم نيتها. وعلى ذلك فإن المتمتع له صورتان، إما أن ينوي عمرة ثم يحج، إما أن ينوي عمرة فقط في أشهر الحج ثم يحج من تلك السنة من عامه فيكون متمتعا، وإما أن ينوي حجا وعمرة عند إحرامه بالعمرة. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. نعم، هذه المسألة أشرت لها قبل قليل، وهو أن المتمتع يكون قارنا أو كالقارن في موضعين. الموضع الأول إذا خاف الفوات، خاف الوقوف بعرفة، والموضع الثاني إذا حاضت المرأة مثل عائشة رضي الله عنها فقد حاضت ولم تطهر إلا بعد الوقوف بعرفة، فحينئذ يكون قارنا ولو نوى التمتع. وعلماء يقولون رحمة الله عليهم إن من دخل في النسك في اليوم الثامن فإنه لا يشرع له التمتع، يعني دخل مكة في اليوم الثامن محرما، وإنما يشرع له القران، لأن أفعال الحج بدأت في اليوم الثامن. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. نعم، هذه مسألة لنقف معها قليلا. الشيخ يقول إن المفرد والقارن فعلهما واحد. المفرد له حالتان في حجه، إما أن يطوف ويسعى قبل ذهابه إلى عرفة، وإما ألا يفعل ذلك. فإن طاف وسعى فإن الطواف في حقه يكون طواف قدوم وسنة، والسعي في حقه يكون سعي الحج، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة، فلا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة يفعله بعدما يفيض من مزدلفة، ووقته من بعد نصف الليل من ليلة العيد، وهو طواف الوداع وقت ما يخرج، وليس عليه سعي بعد ذلك. هذه الحالة الأولى في ماذا؟ في المفرد. القارن مثله في هذه الحالة، القارن إذا طاف بالبيت
فإن طوافه يكون طواف عمرة، وسعيه بعده يكون سعي العمرة والحج معا، فيتداخل السعيان. ثم بعد ذلك نقول لا يجب عليه إلا طواف الإفاضة والوداع، فيشابه المفرد. الحالة الثانية، إذا أخر المفرد الطواف بعد الوقوف بعرفة، فإنه إذا وقف بعرفة ثم قصد الكعبة في اليوم العاشر مثلا فطاف بالبيت، فإن الطواف حينئذ يكون طواف إفاضة، والسعي بعده يكون سعي الحج. القارن إذا وقف بعرفة ثم جاء إلى مكة إلى مسجد الكعبة فطاف، فإن الطواف في حقه يجزئ عن طواف العمرة وطواف الحج معا، ولذلك دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. والسعي هو سعي عمرة وسعي حج، وهذه داخلة في قاعدة التداخل. والعلماء يقولون إن التداخل إذا كان من جنس واحد وسبب واحد، حيث كان السبب هنا الإحرام بالقران، فإنهما يتداخلان. ويجتنب المحرم وقت إحرامه. نعم، هذه بدأ يتكلم المصنف عن محظورات الإحرام. أولها حلق الشعر. قال حلق الشعر، والشعر محرم إزالته سواء بحلق أو بنتف أو قص. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وتقليم الأظافر. وتقليم الأظافر، لأن تقليم الأظافر في معناه إذا دخلت العشر فلا يأخذ أحدكم من شعره ولا ظفره شيئا. ولبس المخيط إن كان رجلا. نعم، ولبس المخيط لما جاء من حديث ابن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو من نحوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القمص ولا السراويل ولا العمامة ولا البرنس ولا الخفاف. وهذه الخمس جعل بعض العلماء لها مناطا، وهو إبراهيم النخعي، فقال إن مناطها أن تكون مخيطة. والمراد بالمخيط عند علمائنا هو المفصل على العضو. وتغطية رأسه إن كان رجلا. نعم، ولا يجوز للرجل أن يغطي رأسه حال الإحرام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمامة والبرنس، وهما فيها تغطية الرأس. والمراد بتغطية الرأس عند علمائنا كل ما كان يتحرك بحركة الشخص، فإنه يكون تغطية له، وما لا يتحرك بحركته فإنه ليس كذلك. والطيب رجلا وامرأة. نعم، ولا يجوز للمرء للرجل ولا للمرأة أن يتطيب حال الإحرام، وإنما الممنوع ابتداؤه دون استدامته، لأن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه، قالت فإني لا أرى أثر الطيب في مفرق شعره صلى الله عليه وسلم. فدلنا ذلك على أن الطيب ابتداء التطيب هو المحظور، أما استدام بقائه فليس بمحظور. وبناء على ذلك، فلو أن محرما طيب ثوبه، ثوب الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة، فهل عليه شيء؟ نقول ليس عليه شيء، وإنما هو مكروه تطيب الثوب، لأنه قد يصل إلى البدن. لكن إذا فسخ هذا الثوب خلعه، فلا يجوز له لبس ذلك الثوب إلا بعد غسله، لأن لبسه بعد فسخه يسمى ابتداء للبس للثوب المطيب، فكأنه تطيب ابتداء، بخلاف الاستدامة، فإن الاستدامة معفو عنها، وعرفنا دليل من حيث عائشة. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. نعم، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والدلالة عليه بمعناه، لأنهم باب التسبب. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة. نعم، من جامع امرأته في وهو محرم فإنه يجب عليه أحكام. أولها أنه يجب عليه التوبة لأنه إثم. الأمر الثاني أنه يجب عليه بدنة إن كان حجا، وشاة إن كان عمرة. الثالث أنه يجب عليه المضي في فاسده، يستمر في الفاسد ولا يقطع الفاسد فيكمل، لأن الحج لا يرفض ولو بإفساده. الرابع أنه يجب عليه إعادته، لأن الفاسد هذا لا يعتبر به، ويجب عليه أن يقضي بدلا منه. وهذا معنى قوله مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية وهي بدنة إن كان طبعا في الحج. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمل الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح الشاة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن فدية الأذى، وهو الفدية التي تكون لفعل المحظور. والمصنف ذكر بعضا من المحظورات، وهو تغطية الرأس ولبس المخيط وتغطية المرأة وجهها ولبس القفازين واستعمال الطيب، ولم يذكر ما ورد به النص، وهو حلق الشعر.
فإن من حلق شعره وجبت عليه الفدية كما قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالصيام 3 أيام تكون متتابعة، والصدقة طبعا في أي مكان، والصدقة 6 مساكين من شرطها أن تكون في الحرم، والنسك وهي ذبح شاة تكون في مكة تذبح وتوزع على فقراء مكة ولا يأكل منها شيئا. التي ذكرها المصنف هي قياس على حلق الشعر. أولها تغطية الرأس وهذا للرجل، الثاني لبس المخيط وهذا للرجل كذلك، الثالث تغطية المرأة وجهها. والمراد بتغطية المرأة وجهها قيل إن المراد مطلق التغطية ما لم يكن لحاجة أي عند وجود الرجال، وقيل إن المراد بتغطية المرأة وجهها أي إذا غطته بالمفصل على وجهها، فإنما يحرم على المرأة ما كان مفصلا كالبرقع والنقاب واللثام، لحديث عائشة: لا تنتقب المحرمة ولا تلتثم. فالحديث إنما نص على نوعين من الغطاء لا مطلق الغطاء، وهذه الرواية الثانية وهي المفتى بها. لكن نقول إن المرأة يكره لها كراهة شديدة وقد يصل للتحريم أن تغطي وجهها من غير حاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، نعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. من محظورات الإحرام التي يحرم على المحرم فعلها الصيد في الحرم، والصيد الممنوع منه نوعان: صيد في الحرم سواء كان المرء محلا أو محرما، والنوع الثاني الصيد حال الإحرام سواء كان في الحل أو في الحرم، والجزاء في الاثنين واحد. إذن الممنوع صيد الحرم وصيد المحرم، وكلاهما جزاؤهما واحد قدرا كما سيأتي بعد قليل. وقال الشيخ: وإذا قتل الصيد، أي إذا قتل المحرم الصيد أو قتل غيره الصيد في الحرم، خير بين 3 أشياء: إما أن يذبح مثله إن كان له مثل من النعم. هناك بعض الصيد جعل له الصحابة مثل أنهم قالوا إن من قتل حمامة فإنه يبذل بدلها شاة باعتبار أنها تعب الماء مثلها، وهكذا فيما قالوا في غيره. قال: ويخير بين تقويم المثل بمحل الإتلاف، لأن العبرة بوقت الوجوب، ووقت الوجوب بمحل الإتلاف. فلو كان قد اصطاد صيدا مثلا في عسفان وهو محرم، فنقدر البدل أو المثل في عسفان كم قيمته، فيقدره بمحل الإتلاف فيشتري به، أي يشتري بالقيمة طعاما فيطعمه، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، فيشتري به طعاما يقسمه بين الفقراء، إن كان شرى به برا قسمه أمدادا، وإن كان غير البر من الطعام قسمه نصف آصع. قال: أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، سواء أراد أن يصوم بعدد مساكين الذين يطعمون بالبر أو بغيره. نعم. وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. نعم، من لم يجد دم المتعة والقران فإنه يجب عليه الانتقال البدل وصيام 10 أيام، 3 منها في الحج، والأفضل فيها أن يصوم السادسة، أن يصوم 7 و8 و9، بحيث يكون آخر هذه 3 أيام يوم عرفة فيصومه في عرفة، ثم يليه في الأفضلية أن يصومها قبل يوم عرفة، كأن يصوم 6 و7 و8 مثلا أو قبل ذلك. لكن من شرط هذه الأيام أن يصومها في الحج، بمعنى وهو محرم بالحج. فالمتمتع إذا قضى عمرته وهو حلال ليس له أن يصوم 3 أيام، بل لا بد أن يحرم، فيحرم من يوم 5 مثلا فيصوم 5 و6 و7، أو يصوم 6 و7 و8، أو 7 و8 و9، إذا لا بد أن يكون محرما. وهذا يخطئ فيها كثير من الحجاج في كل سنة، الذين لا يجدون ما يذبحوه في هدي التمتع القران يصوم وهو حلال، نقول صومك هذا غير معتبر، لأن من شرطها أن تكون في الحج أي محرما بالحج.
قال ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، وهذه الدرجة الثالثة. قلنا الثالث الأولى أن يصوم ثلاثة أيام آخرها عرفة، والدرجة الثانية أن يصوم ثلاثة أيام قبل يوم عرفة، والدرجة الثالثة أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق كما قضى به الصحابة كعائشة وابن عمر رضي الله عنهما. والمراد بأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال وسب طبعا، فإن لم يصمها في أيام التشريق له أن يصومها في أي وقت وفي أي مكان، ولا يلزم أن تكون في مكة. قال وسبعة إذا رجع، أي بعد انقضاء الحج ولو كان في مكة، فلا يلزم أن يرجع إلى أهله، وإنما هذا الوصف وصف أغلبي وهو طردي ليس بمنعكس. وكذلك حكم من ترك واجبا. نعم، أي أن من ترك واجبا فإنه يجب عليه أن يذبح شاة، فإن لم يجد صام عشرة أيام، وهذه العشرة لا تقسم إلى قسمين ثلاثة وسبعة، وإنما هي عشرة يصومها حيث شاء. أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. قال أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، لأن من وجبت عليه الفدية يعني باشر امرأة فأنزل مثلا فإنه من غير إنزال فإنه تجب عليه الفدية وهي شاه، لأن هذا من قضاء الوطر. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. نعم، قال وكل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم مثل صيد الحرم، أو إحرام لكون المرء فعل منهيا عنه حال الإحرام. قال فلمساكين الحرم، يعني يعطى المساكين الذين في الحرم من مقيم وأفقي، وبعضهم يقول وآفاقي. المقيم هو الذي يكون من أهل مكة، والآفاقي الذي يكون ليس من أهلها وإنما ورد عليها لحج أو عمرة أو غيرها، فيصدق عليه أنه من مساكين الحرم. ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم، ويجزئ الصوم بكل مكان، فليس له مكان محدود، وإنما يشترط فيه الإحرام في الثلاثة الأيام في التي تكون بدلا عن هدي التمتع والقران. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. نعم، للآية فكلوا منه وأطعموا القانع والمعتر. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. نعم، من وجب عليه دم لكونه فعل محظورا، وفعل المحظور مخير بين ثلاثة أمور في الجملة، أو لكونه ترك واجبا، فلا يجوز له أن يأكل منه، لأن هذا بدل عن فعل محرم، وكل الكفارات لا يأكل منها صاحبها. وشروط الطواف مطلقة، النية والابتداء. نعم، بدأ يتكلم عن شروط الطواف، ذكر أن أولها النية لأنها عبادة عمل، وعبادة العمل لا تصح إلا بالنية. والابتداء به من الحجر، أنه لا بد أن يبتدئ به من الحجر لأن مبدأه من هذا المحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ به. ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه. نعم، تقدم ذلك معنا في حديث جابر. ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء ذلك في الأثر أنه يقوله عند ابتداء الطواف. وأن يجعل البيت عن يساره وجوبا، فمن طاف والبيت عن يمينه فإن طوافه باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وإنما طاف بهذه الهيئة. ويكمل الأشواط السبعة، ولا بد له أن يكمل الأشواط السبعة، فلو نقص بعضها فإن طوافه غير صحيح لأنه يلزم الموالاة بينها. وأن يتطهر من الحدث والخبث. نعم، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، غير أنه يجوز فيه الكلام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث. نعم، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نعم، سائر الأنساك ومنه السعي بين الصفا والمروة ومنه الوقوف بعرفة كله لا يلزم فيه الطهارة، لقول صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، واستتر الطواف فقط. والسنة أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. نعم، هذا الاطباع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون سنة في طواف القدوم كالرمل، إنما يكون سنة في طواف القدوم. وصفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن فيخرج عاتقه وكتفه الأيمن، قال وطرفه على عاتقه الأيسر فيكون مستورا، وهذا يفعله في وقت الطواف، وأما في وقت الصلاة فإنه منهي عنه،
فإن المرأة منهي عن الاضطباع في الصلاة وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه ويمشي منه في الباقي، أي من طواف القدوم، ويمشي في الباقي أي في الأربعة الباقية. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اضطباع. نعم. وشروط السعي النية نعم المراد بالسعي أي السعي بين الصفا والمروة، وأما كونه نية فلأنه عبادة عملية. وتكميل السبعة فلا بد من التكميل، وأقل ما يسمى تكميلا ما ذكرت لكم قبل، وهو أن يلزق كعب رجله بالصفا حتى يصل المروة ثم يلصق كعب رجله بالمروة. والابتداء من الصفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. نعم، فالمقصود الإكثار من ذكر الله عز وجل في هذه الأوقات، ومن أفضل ذكر الله عز وجل القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لساعة من نهار وإنما لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. نعم، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان الأحكام المتعلقة بمكة. فأول الأحكام التي دل عليها هذا الحديث أنه لا يجوز المقاتلة فيها لأنها إنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. الأمر الثاني أنه لا يجوز تنفير الصيد، ومن باب أولى فإنه لا يجوز قتله، ولذا فإن من نفر صيدا فقتله غيره فإن عليه جزاء مثله. وهذا معنى قول الفقهاء أن من أعان في قتل صيد أو نفره فإنه وجبت عليه الفدية. الأمر الثالث وهو قطع الشوك، والمحرم في مكة أمران، قطع شجرها وهذا محرم، فإنه لا يختلى خلاها من شجر ومن حشيش ونحوه، وإنما استثني من ذلك الإذخر لحاجة أهل مكة إليه، لأنهم يجعلونه في بيوتهم وفي قبورهم كما في حديث العباس الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم استثناءه فأجابه إليه. الأمر الثاني وهو قطع الشوك، ولعلمائنا قولان في قطع الشوك أهو جائز أم لا، والذي مشى عليه الموفق أنه لا يجوز قطع الشوك كذلك، وأما المشهور فإنه لا بد أن يكون أخضر، وأما إن كان يابسا فإنه يجوز. وقول الموفق هو الأظهر للدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يختلى شوكها، فظاهر الحديث حتى الشوك لا يقطع وإن كان المشهور على خلافه. الحكم الثالث أو الرابع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، على المشهور قالوا هذا من باب التأكيد، فعندهم أن لقطة مكة كلقطة غيرها من البلدان، يجوز التقاطها لكنها لا تملك إلا بعد التعريف. وعلى الرواية الثانية أظن ابن القيم مال لها أن مكة لا تحل لقطتها، فيكون هذا الحديث فيه معنى التأسيس لا معنى التأكيد. وأما المشهور فيقولون إنه لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فيكون حكمها كحكم غيرها، ولكن هذا من باب التأكيد. والأمر الأخير قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي يجوز القود فيها، فإن مكة لا تؤوي محدثا، أو فإن الحرم لا يؤوي محدثا، فمن قتل غيره ثم آوى إلى الحرم فإنه يجوز الاقتصاص منه وإقامة الحدود عليه. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال إلا الإذخر، متفق عليه. نعم، الإذخر شجرة معروفة صغيرة جدا تنبت. وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. نعم، رواه مسلم. النوع الثاني من البقاع المحرمة وهي المدينة، فإن المدينة محرمة ما بين عير إلى ثور وهما جبلان، وقد اختلف ما هما هذان الجبلان، وقد استقر الآن عند المعاصرين على جبلين معروفين في المدينة. وهذه الحرمة يترتب عليها أمران، أولا حرمة الصيد فيها وهذا واضح، وأما الجزاء فهل على من اصطاد من اصطاد أو قطع شجرا في حرم المدينة هل عليه جزاء أم لا؟ المشهور عند الفقهاء أنه لا جزاء عليه، وعلى الرواية الثانية أن عليه جزاء وهو أخذ سلبه، فإن
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى شخصا يصطاد في حرم المدينة فأخذ سلبه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم، هذه الأمور الخمس من قتلها وهو محرم أو قتلها في الحرم في مكة أو في المدينة فلا جزاء عليه. وهذه الخمس سماهن النبي صلى الله عليه وسلم فواسق، لأنهن يخرجن ويفسدن. قال: يقتلن في الحل والحرم الغراب. والغراب جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه الغراب الأبقع، أي الذي يكون في رأسه نقطة بيضاء. والحدأة وهو نوع من الطيور معروف، يكون منقاره قوي يأكل به بعضا من الحشرات وغيرها. قال: والعقرب بشتى أنواعها فإنها مطلقة في الحديث. قال: والفأرة وهو معروف، والكلب العقور، وفي لفظ والكلب الأسود البهيم. وهذا الحديث جاءت ألفاظ مختلفة فيه، فبعضها زاد الحية وبعضها زاد غير ذلك، وبعضها زاد أوصافا ليست في غيرها. وعلى العموم فإنه يحمل المطلق على المقيد. من حكم هذا الحديث إضافة لجواز قتلها أن العلماء عندهم قاعدة أن كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فإنه يحرم أكله، فكل ما ورد في هذا الحديث يحرم أكله. نعم. باب الهدي والأضحية والعقيقة. نعم، بدأ المصنف بذكر أحكام الهدي والأضحية والعقيقة، لأن الهدي يكون تابعا للحج غالبا كالهدي الواجب، وقد يكون في وقت الحج كالهدي المتطوع به، ولا يلزم أن يكون باذل الهدي حاجا، وإنما يكون في وقت الحج. والأضحية والعقيقة يشبهانها في بعض الأحكام، فناسب أن تكون أن تذكر معها. تقدم ما يجب من الهدي وما نعم ما يجب في الهدي فإنه يجب في هدي التمتع والقران. وما سواه السنة. وما سواه السنة فيجوز المرء أن يهدي ما شاء، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل لبيت الله. وكذلك الأضحية والعقيقة، أي أن الأضحية سنة وليست بواجبة، والعقيقة سنة كذلك وليست بواجبة. ولا يجزئ فيها إلا قوله ولا يجزئ فيها يعود الضمير للهدي والأضحية والعقيقة، فكل هذه لا بد فيها من هذا السن وهذه الصفة. إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة. قال: إلا الجذع، لا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، والمراد بالضأن هي الخراف والشياه، فإنه لا بد أن تكون جذعا، والجذع ما تم له نصف سنة. سمي جذعا لأن شعره بدأ يميل ويسقط فيجذع. والثني من الإبل ما له خمس سنين. نعم، قال: ولا بد أن يكون ثنيا من الإبل والبقر والمعز. فأما الثني من الإبل فهو ما تم له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان، ومن نعم المعز ومن المعز ما له سنة. ما له سنة، واضح. قال صلى الله عليه وسلم: أربعة لا تجوز في الأضاحي. نعم، بدأ يذكر الشروط في صفة ما يذبح من الهدي والأضحية والعقيقة، فذكر أولا من المنهيات نعم العوراء البين عورها. نعم، الأمر الأول منهي عنه العور، والمراد بالعور ما بان عوره، بمعنى أن كان عيبا في الخلقة، وليس المراد العيب في المنفعة. فلو كانت الشاة مثلا لا ترى بإحدى العينين فليس ذلك مانعا من الإجزاء، وإنما المانع من الإجزاء النقص في الخلقة لا في المنفعة، بأن يكون العور بينا كأن تذهب عينها بالكلية ونحو ذلك. والمريضة البين مرضها. قال: والمريضة البين مرضها، ويظهر مرضها بأن يكون مشيها مع القطيع بعده. وهذه المريضة البين مرضها في الغالب أنها لا تأكل أكلا جيدا، فحينئذ يعني تكون عيبا. والعرجاء البين ضلعها. قال: والعرجاء البين ضلعها، فإذا مشت الشياه مثلا أو مشت الأنعام يكون مشيها متأخرا عنها. وهذه البين ضلعها فيها نقص في الخلقة، وهو العرج الذي يكون فيها، وكلما كانت عرجاء كلما كانت مظنة لضعف بدنها، لأنها إذا انكسرت فإنه يقل أكلها ويهزل بدنها. والكبيرة التي لا تنقي. قال: والكبيرة، أي الكبيرة في السن، لا تنقي، بمعنى أنه لا يكون فيها لحم منقي.
وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. يقول وينبغي أن تكون كريمة، وهذا من باب الاستحباب أن تكون كريمة في جودتها كاملة الصفات. وكمال الصفات كثير جدا، فقد يكون الكمال الصفات باعتبار الأعضاء، فتكون إليتها وأذنها وقرنها سليمة، وقد تكون كاملة الصفات حتى في لونها، فإنهم يستحبون كذلك أن تكون بيضاء. فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين بيضاتين يأكلان في سواد ويمشيان في سواد. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. نعم، هذه المسألة ذكرت قبل، وهي قضية ما يسمى بالاشتراك والتشريك. عندنا شيء يسمى الاشتراك، وعندنا شيء آخر يسمى التشريك. الاشتراك إنما يكون في البدن، وهو البقر والغنم، وهو البقر والإبل، ولا اشتراك في الغنم والشية. لماذا؟ لأن جابرا قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، ولم يأتي اشتراك في غنم. وما معنى الاشتراك؟ هو أن يأتي جماعة فيبذل كل واحد منهم مالا ليكون ليأخذ جزءا، أو يذبح جزءا ويهدي جزءا من البدن. النوع الثاني وهو ما يسمى التشريك، ومعنى التشريك هو أن يشتري امرؤ هديا أو أضحية ثم يدخل في ثوابه من شاء. فنقول إن التشريك يجوز للمسلم أن يشرك من شاء من الناس، فيشرك من شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه شاة، وشاة ضحى بها عمن لم يضحي من المسلمين، وهذا نسميه ماذا؟ تشريك في الثواب. إذن الاشتراك إنما يكون في البدن عن سبعة، والشياه ليس فيها اشتراك إلا أن يكونوا أهل دار واحدة، فيكون أخوان يسكنان في بيت واحد فيجتمعان ويشتريان شاة، نقول يجوز. أو يكون أب مع ابنه، أو زوج مع زوجته، ما دام في أهل دار واحدة فيجوز الاشتراك في الغنم، وما عدا ذلك فلا اشتراك في الضأن ولا في المعز وهو الغنم، وإنما الاشتراك في البدن إلى سبعة. وأما التشريك فلك أن تشرك من شئت، سواء كان من أهل دارك أو من غيرهم، فتذبح شاة أو ناقة أو بقرة وتدخل فيها في أجرها جيرانك وأصدقائك والأحياء ممن تعرف والأموات، فيجوز ذلك. إذا عرفت الفرق بين الاشتراك والتشريك ستستطيع أن تجيب عن ثلث أسئلة الناس في الأضاحي: أنا أهل دار أو لست من أهل دار، هذا هو الفرق بين الاشتراك والتشريك. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. نعم، لظاهر الآية وهي قول الله عز وجل: وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. بل العلماء يقولون إن التصدق من الأضحية واجب، فيجب على المرء أن يتصدق من الأضحية حتى لو أكلها كلها أو أهداها كلها، وجب عليه أن يشتري من السوق بمقدار أوقية، لأنه أقل ما يقدر به اللحم في ذلك الزمان، ويتصدق به لظاهر الآية. ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة. نعم، لا يجوز أن يعطى الجازر أجرته من الأضحية ولا من الهدي ولا من العقيقة، لأنها إنما ذبحت لله عز وجل، والأصل أنها تبذل للفقراء وللإهداء أبيحت، وإنما يجوز أن يعطى منها هدية أو يعطى منها صدقة إن كان من أهل الصدقة. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الحج، نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق.